السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد سامي الحجري، مواطن من سلطنة عمان في الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقيق هدفنا خطتنا الهادفة. خطتين: الأولى إجراء أبحاث معملية وسريرية بعد نجاح متتالي أربعة الآن تجارب معملية على الفئران في الجزائر وهنا في الولايات المتحدة الأمريكية، الاتفاقية التي تمت يعني مذكرة تفاهم بين طب الهيكوباثي، ونحن أسسنا هذا الطب والطب الأستيوباثي، وبالتالي يكون في انسجام بحيث أن إثبات فعالية العلاج بالماء الساخن هو الطب الهيكوباثي على البشر. نسأل الله تعالى يوفقنا، نريدكم دائما تواصل معنا، ونريد تشجيعكم أيضا لأن هذا يلعب دور كبير جدا في ما حققنا. التجربة هذه، هذه الحلقة تتعلق بهاكو ريفيتالايز ثيرابي أو العلاج بالماء الساخن، أدلة قصصية، أشخاص الذين شفوا بفوائد من خلال تجارب بفوائد الماء الساخن شفاء ألام أسفل الظهر، ألام المفاصل وروماتيزما وأمراض العظام والآخرة. نشوف الحلقات كيف الناس استفادوا. امرأة عربية تقدم تجربتها مع العلاج بالماء الساخن لألام أسفل الظهر. شكرا جزيلا على هذه الجهود المبذولة من طرفكم، وإن دلت على شيء فإنما تدل على صدق وما تقدمونه. أريد أن أضيفه، الآن عدت من عند طبيبة حيث قمت قبل أربعة أيام بحركة خاطئة أدت إلى ألم شديد أسفل الظهر، وكنت قبل أكثر من سنة من الآن مصابة بنفس الألم، جراء حركة خاطئة حيث دام الألم الشديد جدا أكثر من 12 يوما، بالكاد أستطيع الوقوف إلى أن تناولت العلاج. كنت حينها لم أسمع عن الماء الساخن، والغريب أن نفس الألم عاودني جراء حركة خاطئة كما سبق وذكرته، لكن شدته تتناقص يوما بعد يوم، لأن السبب ببساطة يكمن في الماء الساخن، وهذا ما أكدت لي الطبيبة، حيث تعجبت لدخولي وصعودي لسرير الفحص بمفردي، وقالت لي أنه في العادة عندما يعاود الألم للمرة الثانية يكون أشد منه في المرة الأولى كون الإصابة موجودة مسبقا، لكنها وجدت العكس، ففي ألم في الورك الأيسر والضغط أسفل الظهر. فلما حكيت لها عن البرنامج الرائع للماء الساخن وإنني أداوم عليه منذ شهر رمضان الفارط، وكيف أنني تخلصت من مشاكل كثيرة كثيرة تتمثل في الإمساك والالتهاب جيوب الأنفية، وخير دليل ما أنا عليه أمامها، فأقرت لي بفعالية البرنامج وأن الماء الساخن هو السبب في جعل الألم أقل حدة من سابقة. فالحمد لله من قبل ومن بعد، والشكر موصول للسيد دكتور جزاه الله عنا خير الجزاء. حقيقة منذ بدأ دكتور بوضع فيديوهات التجارب الأخيرين وجدت فيها من الأنس والإطمئنينة. الشيء الكبير، وهذا ما شجعني لأكتب، ولدي المزيد من تجارب لأهل سأزودكم بها
بيها ولنا. سيدة أمريكية ممرضة مرتاحة من عضلات الكاحل المتوترة، شو ماذا قالت؟ أنا فقط شاهدت ظاهرة كبيرة أخرى مع الماء ساخن. حسنا، لقد عانيت من عضلة كاحلية متوترة، وجدت وحدث الألم من زيارتي إلى طبيبة تقويم العمود الفقري أمس. عادة يتطلب هذا بوضع مكعبات ثلجية في مكان الإصابة، لكن بدلا من ذلك استخدمت المياه الأكثر سخونة التي يمكن أن يتحملها قدمي مع قطرات إضافية من الماء، وبعد أن جف قدمي باستخدام قاعدة زيت جوز الهند، قطرات الأكسجين بالمعادن، وألا اختفى الألم نهائيا في اليوم التالي. يبدو الأمر كما هو، أنني لم أصاب بأي شيء من ملاحظتي، فإن الهيدروجين من الماء الساخن قد قام بالقضاء على التعويضات على الالتهاب. تليه المادة من مكملات الغذائية سيلفورد التي أضافت بعض التعويضات في لمح البصر. أليس الله رحيم؟ أوه، أنا أحب ذلك. تجربة الشفاء والدة امرأة عربية كبيرة بالسن من ألام المفاصل. الحمد لله، بفضل الله تعالى ومن ثم طريقة الماء الساخن الذي قدمها لنا الدكتور، جزاه الله خيرا، تشافيت أمي من كثير من الأمراض أحمها على ألام المفاصل، والآن بصحة جيدة والحمد لله، علما أني وأن والدتي كبيرة بالسن. نشكركم جميعا على متابعتكم، حسن متابعتكم، نرجو منكم جميعا، نرجو حتى تتواصل هذه الحملة العالمية انطلاقا من سلطنة عمان من حيث ننتمي إليها، وهنا الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأبحاث العلمية والمعملية والسريرية. نرجو الإعجاب بالقناة، الاشتراك بالقناة، الإعجاب بالمقطع الفيديو، نشر القناة، نشر المقطع الفيديو، حتى يواصل هذا انتشارها عبر العالم بكل مكان في زمان، وكذلك الدول العربية أشقائنا وشقيقاتنا في الدول العربية. فإنني أفتخر بأنني عمانية خليجية وعربية أنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية لا حول العالم، نشر هذه الفوائد الصحية والعلاج للماء الساخن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.